محكمة عيدا كقلب كسيدة الشنطة قبل يبطلان وحكم كردة إذا سنيال هركن محكمة دا سيدو ففاين تورك النوجي وري حمسة عبد الرشيد شام عداني محكمة عيدا مدى قلب كسيدة الشنطة قبل بري كركار سناك هيلان يقردفو فديق إذا بوصاص ويامان تو فريستاي إذا سنيال هركن محكمة دا كواسو دنبية كلا دوان وحرنا حبسي قوين بوصاصو الدنبيل ياشي محكمة اللهور كان يوبدنا عيدا مكاتر سنبونتلان ودلالو قيستي داد رايده قدها بوصاصو يسراكيلي وردية وهايين يعيدا ما أمر دي دسمي يو حبسيك كجيري فديق محكمة دا أولا كان يدنبيل ياشي مرقاتي العدين واه دنبيل ياشي مدول بدنبيق وقليسي شريعة الإسلام كوي قبتو قرصور كنا يوكلا عداتو دنبيق ايدي سنها انتا كدب قرصور كمحكمة ديك دقيستياشو وحي قدق لين دقيسيق دعوة الدنبيل والبلو هايستو يعديمها رسميقا اي محكمة دوك هايستو وحي سعطة محكمة دو وحكا صدح مغدي اسكريق دلك وقيستي تليه مدحتو يدا بوصاصو مرحوم قاشان لصري ابشير محمد فارح اي باون حاريستي او افر يلباتن كي بيشي شناد لباكون افر يطبان تولادا يلهو كود دلي حلي اي كسي جيدين مقالة قردو محكمة دايا sidoo kale waxa ay maanta xurriyadooda dib ugu celisay ciidamada amar diida sameeyay iyo kuwa lagu soo eedeeyay dilal hadana lagu waayay dambiga loo haystay kadib baaritaan ay sameeyeen garsoorayaasha maxkamada ee gudoomiyaha maxkamada ciidamada qalabka sida shanta gobol bari karkar sanaag heelan iyo gardafu kornel cabdi fataax haaji aadan ayaa ku dhawaaqay eedaysanayaasha maxkamada ka soo hormuqday go'aanka ay maxkamadu ka gaartay محكمة دمرك إذا جشت هذا حفيز كحير لأن أنت محكمة دمرك إذا جشت دفاع غرينك محكمة دمرك إذا جشت أي استدفاع إذا سناها محكمة دمرك أي كوك أنا عضي كيس ك يوم رخات ياشي لهر كأنه محكمة دا محكمة دوحة أي كوك حكم تي دبلد رودي أحمد عبدي أحمد رودي أحمد عبدي دلتو جشاه يدو عسكنيسة شريعة الإسلام ك سورة البقرة ayada 47 iyo suratul baqara ayada 47 iyo 8 walakum fil qisas hayatun ya ul albab la'alakum tataqun iyo 215 ee isla suratul baqara iyo qodobada lagu soo eedeeyo 195 paragraftu iyo 404 oo ah dil ula kaca sidoo kale maxkamaddu waxay dhageysatay in kiiski lagu soo eedeeyay dable ياسين جامع عبدي قاقالة دبلة مقتل دعالة محمد دبلة محمود أحمد عيسى دبلة محمد علي سعيد دبلة محمود داهر عثمان دبلة مصطفى حسين محمد دبلة محمد محمود عبدي دبلة يوسف علمي عارشة دبلة محمد عبدي علي دبلة فؤاد عبدي يوسف دبلة محمد عبدي دبلة عبدي محمد عبدي أو أي كوئيسنايين ديل أي لوغيستي مرحونكا تاريخ مركز يهيد لحي يتوبان كي بيشي كو يتوبناد لباكون يشان يتوبان او اه قوبتا يالهو محكمة دوحي كيس كاس دبل ياسين جامع عبدي قا قالي او لوها يستي كيس كاس مركي محكمة دو اي ديجي ستي مرخاتياش يكيس كان اي كوغان عويد محكمة دوحي او بندكتي او نحوشي شرع عدا اسلام كا لغو كلبوحو علماء دا الروضة اللي قيوت وحي عضيما اي وحي كره كيسك وحا لقينيا ومحكمة دورة جيسي ودادا مشهد الهوضة شرعاء اسلام كوكرا سارين يضا محكمة دو حرية دو سوء عليسي اسكار تا كوي طمانك كلا او اسكري او سلكيسك كو ايدسنا وحنا لقوهي كورنيل عبد الفتاح حاجي آذن gudoomiyaha maxkamadda shanta gobol ee Puntland ayaa waxa uu sheegay in dib loo dhigay dambiga askariga dilay taliyihii madaxtooyada Boosaaso marxuum gaashaan la sare Abshir Maxamed Faarax sidoo kale maxkamaddu waxay dib u dhigtay kiiskii uu ku eedeysnaa Dable Asad Yasiin Jaamac Cilmi 19 jir ka tirsan ciidanka madaxtooyada Boosaaso kuna eedeysnaa X marxuum gaashaan la sare Abshir gaashaan la sare Abshir Maxamed Faarax تليه هراء عيدك مدحتوية قبل كبري وكد لي وقعنت سكد انتي أفر إلى واتنكي بيشي سناد لباكني أفر يتوان تولد يلها وحقو كل بحي قعنت دبل أسد ياسين جامع محكمة دكيس كان وحي ودي دبي ودي قيسا ما دام عديمه
iyo markaatiyaashi ay maxkamaddu ku qancay weeyday si ay xafiiska xiraanta iyo hay'adaha baarista ay u soo buuxiyeen kiiska ama hal meel u soo mariyaaneen kiiska iyadoo maxkamaddu waxay u dhageysaa dib u dhageysaa inta kalena sidaas ay maxkamaddu ay ku go'aamisay maxkamadda ciidamada qalabka sida shanta gobol ee fadhigeedu yahay Boosaaso ayaa waxaa la horkeenaa dambiilayaasha kala duwan ee lagu soo eedeeyo arrimaha al shabaabnimada iyo sidoo kale ciidamada amardiidada sameeyay iyo dadka dilalka ka geysta gudaha Puntland Xamse Cabdirashiid Jaamacadaani idaacadda telefishinka SBC magaalada Boosaaso